يبقى عشان نحل المسألة هذه، أول شغلة من المفروض نيجي نعمل grouping للـ processes according to their priorities. So we have three priority classes, 1, 2, and 3. As it is mentioned in the question, 3 is the highest priority. It's here. Time quantum or quantum is equal 10 milli seconds. Okay, so we have Q1, Q2, and Q3. In Q1, we have only one process, which is P5. Okay, P5. In Q2, we have two processes, P3 and P4. While for Q3, we have P1, P2, and P6. يبقى هذه هي الكلاسز اللي موجودة عندنا، Q1, Q2, and Q3. بناء على الكومباينيشن اللي ما بين البريوريتي والراوند روبن سكيجولينج الجوريثمز، لازم نبدا في مين؟ في الكلاس اللي يحتوي اعلى او اللي يمتلك اعلى بريوريتي، اللي هو عباره عن مين؟ عباره عن Q3. طيب هل في Q3 هاد في بروسيس جاهزة؟ في عندي هيها B1 موجودة عندي جاهزة. يبقى حنيجي زي ما تعودنا draw، عندي البروسيس هذه اللي هي، خليني بس عشان أضلي شايف التيبل اللي موجود عندنا هان. اوكي، عندنا B1 هتيجي تشتغل من اللي هو الزمن اللي مقداره 0 الى كام؟ الى 10. ليش 10؟ لانه كان قايل لي الكوانتم تايم هيها بتساوي ايه؟ بتساوي 10. طيب اشتغلت، قديش ضل عندي؟ ضل عندي من اللي هو الكوانتم هاد، او اسف، من التايم هذه اللي موجودة عنا، ضل منها لو 5 وحدات زمنية. اوكي، خلينا بس عشان ايه الترتيب بس مش اكتر، ضل 5 وحدات زمنية. طيب رجعناها، يبقى هنا step 1، خلينا نكتب step number 1 start، sorry start from Q3 since it has the highest
what's going on for my keyboard. It has the highest priority. Okay. So Q3 now has the ready processes. It's just P1. Okay. And here is ready. قديش ضايل من B1 اللي هو ضايل منها 5 يبقى B1 هتروح عشان تكمل هي مرة تانية من 10 إلى 15 في زمن 15 هذه طبعا الآن خلصت شغلها في زمن 15 at time 15 Q3 contains اللي هو ايش عندنا B2 اوكي يبقى هنيجي الان نشتغل كالتالي هنيجي نضيف عليها insert draw table Q2 آسف B2 B2 هذه هتشتغل من 15 إلى 25 قديش ضل من B2 ضل منها اللي هو مرة تانية ضل منها 15 ليش احنا هنا وقفنا لانه التايم كوانتم عندي اللي هو ايه اللي هو 10 يبقى مرة تانية Q3 اللي هو تحتوي على حتى الآن فقط B2 اللي هي الريدي اللي هي ايش الريدي اوكي يبقى هرجع مرة تانية لأنه ما فيش عندي إلا B2 هاخد اللي هو B2 كمان سلوت هاي B2 هاي B2 من 25 إلى 35 الآن في زمن اللي هو at time 30 اللي هو في عندي P6 comes يبقى Q3 contains اللي هو ايش B6 يبقى لما عملنا الانتربت بناء على التايم كوانتم اللي هو انه 10 ملي سكنز او 10 وحدات زمنية ورج
صار موجود عندنا في Q3 بتحتوي على B6 اللي اجتني في زمن مقداره 30، وفي عندي اللي هو مين كمان B2 اللي احنا رجعناها. ليش؟ لانه التايم كوانتم خلص. يبقى الان هنروح نبدأ في مين؟ في B6 هنضيفها. يبقى B6 الان، لانه يبقى هنا عندي طبعا هنا قبل ما انساش الأزمنة هذه تبعتنا. يبقى عندي B6 من زمن مقداره B6 قديش بدها B6؟ بدها 5. يبقى حتى التايم كوانتم ما اختفوش كله، هاي B6 هيكون عندي من 35 إلى زمن مقداره 40. الآن طبعا هذه اكزيت خلصت B6، ما ننساش انه B1 خلصت هان. اوكي، B1 خلينا نضع السهم باتجاه او في من خلال خط الهجوم بسهم، وعندي هنا كمان B6 خلصت. الآن Q3 بتحتوي على مين؟ Q3 اللي هو بتحتوي على B2 اللي هي لا زالت موجودة still ready أو in ready Q. قديش ضايل من B2؟ ضايل من B2 B2 اللي هو منساش أنا أخدتها مرتين، من 15 لـ25 ومن 25 لـ35 اللي هي المفروض هذه خلصت عندي. كان ضايل منها كام؟ ضايل منها 5. يبقى بدنا نضيف اللي هو 5 اللي ضايلة. اللي هي من 40. يبقى هنا B2 من 40 إلى 4-5. وهذه هيها مرة تانية عشان الأمور تكون واضحة. هيها exit. طيب الآن Q3 is empty. At this case, move to another class. مين اللي هو الكلاس الثاني؟ الكلاس الثاني اللي هو المفروض بده يكون اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن Q2. Q2 بتحتوي على اللي هو B3 وB4. يبقى هنا طيب كانوا جايين قال لي Q3
أو كيو اتنين آسف، فيها بي ثلاثة اللي هي أجتني في زمن مقداره 5، وبي أربعة لسه بدها تجينا في زمن مقداره إيش؟ 70. يبقى خلينا نيجي هنا نثبت ملاحظة اللي هو step 2، هاي كيو 3، كيو 2 آسف، كيو تي 2 contains اللي هو مين؟ البي 3 اللي هي ايش؟ ready. طب ايش بالنسبة لبي 4؟ بي 4 لسه بدها تيجي في زمن مقداره 70 زي ما احنا شايفين، هاد لسه ما جاتش. يبقى شغلنا نكمل على جدولنا، هنيجي ناخد البي 3. بي 3 قديش بدها؟ بي 3 بدها ايش؟ 5. يبقى من اللي هو 45، هاي البي 3 من 45 الى 50. اوكي، يبقى هذه برضو كمان بالنسبة لنا، سوري، هذه بالنسبة لنا البي 3 خلصت شغلها، وكمان بي 2 ما انساش انه ايش مالها، انه خلصت شغلها. بي 3 خالص. الأصل إنه إحنا نرجع لكيو 2، لكن كيو 2 كيو 2 is empty so empty. So move to next or other class. ليبين قوسين كيو، لأي كيو اللي إلها priority أقل. For this case it should be Q1. Q1 يبقى step 3. step 3 عندي Q1 اللي بتحتوي على مين؟ على B5. طب B5 في الزمن هذا موجود فيها؟ B5 كانت جاي في الأساس في زمن مقداره ايش؟ 25. يبقى حنيجي هان، خليني اخذ هذا الكلام موجود عندي B5. B5 عندنا هنا بدنا نضيفها زي ما احنا شايفين من 50 الى اللي هو ايه؟ إلى 60. هاي B5 من 50 إلى 60. طبعا ضل في B5 الآن كام؟ ضل في B5 5، خدنا منها 10 حسب التايم كوانتم. المفروض إنه Q1 again at this time contains اللي هو ايش؟ B5 اللي هي برضو مرة تانية ready، ما عنديش اللي هي. فرجعنا واخدنا مرة تانية
البي 5 كمان مرة. بي 5 هتشتغل عندي لوين؟ لزمن مقداره ايه؟ لزمن مقداره 65، والبي 5 هادي خلصت شغلها روحت terminated خلصت. طيب الآن المفروض step number 4 اللي هو move قبلها Q1 becomes empty. And move to another queue. لكن في هذه الحالة الآن ما فيش عندي ولا process في أي queue. Okay. طبعا ما ننساش انه سواء بي 5 او بي 6 من الاساس ايش مالهم خلصوا. يبقى السي بي يو تبعتنا الان هتصبح ايدل لفترة زمنية مقدارها لمتى؟ لعند لما بروسيس جديدة خليها هذه مش مشكلة، خليها بالشكل هذا ونكتب هنا اوكي، خلينا نشيلها احسن ونكتب فيها ايدل. اوكي وهي كمان نضع فيها عشان نوضحها. هذه من قديش؟ من 65، انا كبرتها متعمد عشان بس نشوف، ل70 في زمن مقداره 70 اللي هي هذه ستيب نمبر 4. كيو 2 فيها موجود عندنا contains اللي هو مين؟ بي 4. يبقى بدنا نبدأ نشغل بي 4 وفي الزمن اللي مقداره ايش؟ 70. يبقى في هذه الحالة برضو مرة تانية من 70 إلى كام؟ بـ4 بدها هي 5 وحدات زمنية، فيبقى هي بـ4 من 70 إلى 75 اللي هو الآن هذه إيش أصبحت؟ 0 finish. أوكي يبقى هنا برضو كمان عشان نكمل شغلنا خلصت. يبقى Q2 becomes empty. So the Gantt chart or Gantt chart is done. Okay. أجي قال لي احسب لي اللي هو الويتنج تايم فور ايتش
process waiting time for each process زي ما احنا شايفين W للبي واحد هتساوي متى بدأت البي واحد بدأت في صفر وهي اجت في صفر يبقى صفر ناقص صفر هتساوي ايش صفر W للبي اتنين متى البي اتنين بدأت بدأت البي اتنين في خمستاش وهي اجت في متى في خمستاش يبقى خمستاش هتساوي خمستاش ناقص خمستاش البي اتنين خلصت لا رجعت بدت وقفت في 35 وبدت في 40 يبقى زائد اللي هو ايش 40 ناقص 35 عشان تكون تساوي اللي هو ايه 5 وعندنا W للبي 3 بي 3 هايها بدت في 45 وهي اجت في وين في زمن مقداره 5 يبقى حتكون 45 ناقص تساوي طبعا 45 ناقص 5 عشان تكون تساوي 40 وعندنا كمان W للبي 4 بي 4 W إلها إيش مالها هي أجت في 70 هيها وبدت في 70 كمان ها هيها بدت في 70 وهي أجت في 70 يبقى حتكون تساوي 70 ناقص 70 عشان تكون تساوي إيش W تبعتها صفر أو الويتنج تايم إلها وعندنا كمان W للبي 5 البي 5 هيها متى بدت في 50 وهي اجتنا في وين في 25 يبقى حتكون اللي هي 50 ناقص 25 عشان تكون تساوي ايش 25 اخر شيء W للبي 6 هتكون تساوي البي 6 متى اجت اجت في 30 متى بدت بدت في وين في 35 يبقى 35 ناقص 30 عشان تكون تساوي ايش 5 اوكي يبقى هيك احنا حسبنا اللي هو ايش الويتنج تايم يبقى مسألتنا عشان نعمل بس summarization ايش اللي احنا عملناه في البداية اجى قال لي كيو واحد هاي او صنف اللي هو the processes هذه لمجموعة من الكيوز group to the queues or to different classes based on what based on their priorities دائما الرقم اللي هو the priority بناء على the queue number ها اوكي الكيو اللي هي الثلاثة مش موجود فيها الا بي واحد اشتغل بعديها انتقل الى اللي هو او كمل شغله اجته بي اتنين زي ما احنا شايفين خلص من اللي هو البي اتنين بعديها اجت اللي هو البي ستة او اشتغل شوية على بي اتنين ضمن ازمنة معينة ضمن في زمن 30 اجته البي ستة كمان فصار فاضل ما بين البي ستة وبي اتنين لما صارت كيو تلاتة امتي راح انتقل ل كيو اتنين كيو اتنين كان موجود فيها بي تلاتة او فيها بي تلاتة بصنف وبي اربعة لكن اللي موجود في الوقت الحالي ردي اللي هي عبارة عن بي تلاتة فاشتغل على بي تلاتة بي اربعة السنة الجاي وبالتالي it's not in our consideration ما بناخدهاش بعين الاعتبار كيو تو is empty so move to next class or queue لمين next class اللي هي كيو اللي هو كيو 1 كيو 1 ما فيش فيها الا بي 5 اجي نفذ البي 5 من 60 الى 65 لما الكيو 1 خلصت
هيها كيو واحد خلصت، البي خمسة خلصت، أصبحت اللي هو empty. طيب عند زمن 65 راح يدور في الكيوز ما لقاش ولا حدا، عشان يقدر صار إيش ماله آيدل. عند زمن 70 رجعت له اللي هو بي أربعة، أو أجت بي أربعة اللي هي موجودة في وين، في كيو اتنين، فراح نفذ إياها البي أربعة من اللي هو إيش الزمن اللي موجود عندي، لا اللي هو إيه من 70 إلى عشان 75، بس عشان تكون واضحة بالنسبة إلنا. بعد هيك اجى قال لي انا بدي الويتنج تايم لكل بروسيس، حسبنا اللي هو W او الويتنج تايم فور ايتش بروسيس. بدك الافرج بامكانك تحسب الافرج، بدك اليوتيلايزيشن، اليوتيلايزيشن حتكون تساوي 75 ناقص، يبقى هنا لو اليو او اليوتيلايزيشن للسي بي يو هتكون تساوي اللي هو عبارة عن 75 الزمن الكلي للسي بي يو ناقص الايدل تايم، الايدل تايم تبعنا اللي هو كان في الانترفل اللي هي 70 ناقص 65 اللي هي عبارة عن 5. طبعا الكلام هذا كله هياته مقسوم على ايه، مقسوم على اللي هو 75 اللي هي طبعا تساوي، هذا الكلام يساوي 70 تقسيم 75. اوكي، بهيك احنا بنكون حلينا المسألة اللي انا قلت لكم حنحلها المحاضرة الجاية. اوكي، يبقى هيك احنا بنكون انتهينا من حل المسألة هذه زي ما حكيت قبل شوي في اللي هو التوضيح او اثناء الحل. مسألة ثانية او مثال اخر محلول جاهز عندنا، priority scheduling with round robin. قال لي في عندك 5 processes اللي هو البرس تايم تبعها 4 5 8 7 3، البريوريتي اللي عندنا 3 2 2 1 3. run the process with the highest priority process with the same priority process with the same priority round robin run round robin. اوكي، الكوانتم تايم او التايم كوانتم اللي هو 2 ملي سكندز. يعني هنا اول شغله بدنا نيجي نعمل جروبينج للبروسيسز، بدنا نيجي نعمل جروبينج للبروسيس. طبعا السمولست نمبر از ذا هايست بريوريتي، بهيك الحاله حيكون في عندي اللي هو بي 4 او كيو 1 بتحتوي على بي 4. عندك ملاحظاتك كيو 1 بتحتوي على بي 4، كيو 2 بتحتوي على بي 2 وبي 3، بالاضافه الى كيو 3 بتحتوي على اللي هو بي 1 بالاضافه الى بي 5 according to the classification of the priorities. يبقى الاسامبشن تبعتنا بانه كل بروسيس اجتنا في تايم اللي هو بي 0، يبقى هنبدأ في اللي هو كيو واحد اللي هي بتحتوي على بي أربعة. بي أربعة عنا من صفر المفروض لاتنين، من اتنين لأربعة، من أربعة لستة، ومن ستة لواحد. هو راح وضع ليها، طبعا ليش أنا عملت التقسيمات هذه من صفر لاتنين واتنين لأربعة واتنين لستة واللي هو ستة لواحد، بناء على التايم كوانتم اللي موجودة عندها. هو هنا راح وضع لي اياها من صفر الى سبعة، لان كيو واحد خلصت صارت امتي. اوكي، راح لمين؟ لكيو اتنين اللي هي فيها البروسيس اتنين بي تو وبي ثري. اجا اخد بي اتنين هيها من سبعة لتسعة. واحد يقول لي ليش ما خدش بي تلاتة؟ كان ممكن ياخد بي تلاتة عادي، ما فيش مشكلة. يبقى بي 2 من 7 الى 9، ضل عندي هنا اللي هو 3. راح اللي هو عشان راوند روبن وقف انسايد ذا كلاس اللي هو بي 3 من 9 ل 11، ضل منها 6. رجع لبي 2، البي 2 اللي ضايل منها 3 اللي هو اخذ منها كمان 2، ضلت اللي هو منها ايش 1.
البي 3 رجع لها، اللي كان ضايل منها 6 أخذ منها 2، من 13 ل 15 طال منها 4، لأن البي 2 اللي كان ضايل منها 1 أخذها من 15 ل 16، خلصت البي 2 رجع لبي 3، البي 3 ضايل منها 4، المفروض من 16 ل 18، ومن 18 لإيه ل 20. خلصت البي 3، فضيت اللي هو كيو 2. الآن في عندي اللي هو الكيو 3 اللي فيها البروسيس بي 1 واللي هو مين وبي 5. يبقى أخذ بي 1 اللي هي أخذ اللي هو وحدتين زمنيتين بناء على التايم كوانتم، كانت بدها 4 ضل منها إيش 2. بي 5 اللي بدها 3 أخذ منها 2 ضل منها إيش 1. رجع لبي 1 اللي كان ضايل منها 2 من 24 ل 26، وبي 5 رجع لها بعد هيك اللي هو اللي كان ضايل منها 1 اللي هو من 26 ل 27. مسألة سهلة ما فيش فيها أي شيء. المالتي ليفل كيو with priority scheduling have separated the queues for each priority, schedule the process in the highest priority queue. طبعا هنا يعني بقول لي في المالتي ليفل كيو أنا في عندي أكثر من اللي هو priority، بيتم تقسيمهم إلى مجموعة من الكيوز، كل كيو لها حسب البريوريتي تبعتها، وهي البروسيس اللي موجودة عندنا، مثلا priority 0, priority 1, 2, up to N. لو في عندي N priorities حيكون في عندي N queues. كمالتي ليفل كيو prioritization موجودة based upon process type. طبعا هنا يعني صنفت المالتي ليفل كيو بانه اعلى priority كانت في الريال تايم سيستم، اللي اقل منها في السيستم processes، في اللي بعديها في interactive processes، آخر شيء اللي هو الباتش بروسيس، عملية تصنيف لا أكثر ولا أقل. طيب مالتي ليفل فيدباك كيو a process can move between various queues. يبقى هنا البروسيس من الممكن تتحرك ما بين أكثر من كيو في المالتي ليفل كيو. ليش؟ لأنه أنا بحاجة لو بدي أطبق مبدأ الإيجينج، aging can be implemented in this way. قال لي multi level feedback queue schedule defined by the following parameters. أول حاجة number of queues, scheduling algorithms for each queue. من الممكن الكيو كل كيو إلها scheduling algorithm مختلفة عن التانية. method used to determine when to upgrade process. على أي أساس إحنا بنعمل اللي هو upgrading لل process. method used to determine when to demote process. method used to determine which queue a process will enter when that process needs service. يبقى هذه مجموعة البراميترز اللي بناء عليها بتحدد لي حركة الكيوز اللي موجودة عندنا. مثال موجود عندنا هنا للمالتي ليفل كيو، اجي قال لي في عندك 3 كيوز. Q0 اللي بتشتغل بمبدأ الراوند روبن with time quantum 8 ملي سكندز. اوكي Q1 اللي برضو بمبدأ الراوند روبن تايم quantum تايم 16 ملي سكندز. Q2 اللي هو ايش بمبدأ الفيرست كام فيرست سيرف. يبقى السكيجولينج a new job enters Q0 which is served first come first serve، وبناء على مين اللي اجت في الاول طبعا. لكن بناء ايش؟ لما ما هو حابب يقول لي، ما انت قلت لنا راوند روبن كيف صارت first come first serve؟ بناء على الارايفل تايم. صح انا موجود عندي راوند روبن، لكن برضو كمان بناء على الارايفل تايم، يعني بروسيس اجت في 5 وبروسيس جياني في 2، مين الطبيعي مين ابدا في الاول؟ واللي اجت 2 يبقى first come first serve. when it gains CPU job receives 8 milliseconds. يبقى أخذت اللي هو لما صار allocated allocation لل CPU لل process هذه أخذت 8 milliseconds. if it does not finish in 8 milliseconds، لو ما خلصتش بدل ما رجعها على نهاية الكيو هذه اللي هي كيو صفر، لا هي وش بقول لي job is moved to queue 2
كيو 1 اوكي للكيو الثاني فيها 16 كوانتم. في الكيو 1 جوب از جين از اجين سيرفد فيرست كم فيرست سيرف اند ريسيف 16 اديشنال ملي سكندز، بدنا نعطيها 16 ملي سكند. If it is still does not complete, it is preempted and moved to queue 2 اللي هو ايش queue 2 مبدأ ايش first come first serve. في هذه الحالة هتبدأ تشتغل، مش هتخلص الا لما ايش، او مش هتعمل release للسي بي يو الا لما تنتهي من الشغل بتبعها. اوكي okay.